أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن التحركات والتصريحات الإقليمية والمساعي الدولية بشأن التسوية في اليمن. غادر المبعوث الأممي صنعاء بعد أن التقى زعيم ميليشيا الحوثي عبد الملك الحوثي، وقال المتحدث باسم الميليشيا محمد عبد السلام أن زعيم جماعته بحث مع جريفيث تسوية سياسية شاملة محتملة، مؤكدا أن زعيم جماعته أكد جهودهم المستمرة في تحقيق السلام والاستقرار والدفع باتجاه الحوار السياسي الشامل، كما بحث اللقاء أفق التسوية السياسية الشاملة المحتملة. إذن مساع يبذلها المبعوث الأممي بشأن التسوية في ظل حث الأطراف الإقليمية والدولية على ضرورة إحلال السلام وإيقاف الحرب في اليمن، فهل يكتب لها النجاح؟ في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ما هي فرص ومعالم التسوية التي يسوق لها جريفيث للحل في اليمن؟ وما هو موقف الحكومة من التحركات الإقليمية والدولية بشأن السلام؟ تصريحات وتحركات إقليمية ودولية تتصاعد بشأن تسوية سياسية ما في اليمن، تسوية مجهولة الملامح في ظل واقع لم يستجد فيه أي جديد بشأن بناء الثقة بين الأطراف، ولم يحدث المبعوث الأممي وفريقه ولا كبير المراقبين الدوليين في الحديدة أي اختراق ملفت ولا أي تقدم في الملفات الشائكة. انعكست أحداث عمليات قصف منشأتي أرامكو السعودية وتصاعد التوترات الإيرانية السعودية على الملف اليمني، وزادت الضغوطات الدولية بشأن ضرورة إحلال السلام في اليمن. إلى صنعاء عاد المبعوث الأممي مارتن جريفيث متأبطاً مبادرات التسوية المحتملة المبهمة، والتقى زعيم ميليشيا الحوثي عبد الملك الحوثي وبحث معه عناوينها الشاملة وغادر صنعاء. في بيان صحفي أكد متحدث الميليشيا محمد عبد السلام جهود جماعته المستمرة في تحقيق السلام والاستقرار ودفعها باتجاه الحوار السياسي الشامل، تأكيد على جهود السلام ودفع بالحوار يناقضها استمرار حرب الجماعة على اليمنيين واستمرار ضربها على الأراضي السعودية. أكد عبد السلام أن اللقاء بين جريفيث وزعيمه بحث أفق التسوية السياسية الشاملة المحتملة في ظل الظروف المواتية وسبل المعالجات الإنسانية والاقتصادية بكل ما له صلة بمعاناة اليمنيين. من جهته ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أعلن أن بلاده منفتحة على كل مبادرات الحل السياسي داخل اليمن، وأنه في حال أوقفت إيران دعمها لميليشيا الحوثي فسوف يكون الحل السياسي أسهل بكثير. تراجع الدور والموقف السعودي في اليمن من مستوى بتر أطراف إيران في المنطقة إلى القبول بأي مبادرة سلام تخرجها من مستنقع اليمن، بعد تلقيها رسالة من الرياض أعلنت الحكومة الإيرانية على لسان متحدثها ترحيبها بالحوار مع السعودية في حال غيرت سلوكها وأوقفت الحرب في اليمن. بدت الحرب في اليمن مؤشراً على مستوى العلاقة بين طهران والرياض، وصار التأثير والقرار الإقليمي فيها أكثر فاعلية من قرار وأدوار الأطراف المحلية بما فيها الشرعية، فما مصير هدنة أو سلام في اليمن بلا أي وجود ودور للشرعية اليمنية التي بدا الجميع مجمعاً على إزاحتها. أبدأ النقاش مع ضيفنا من الرياض المحلل العسكري عبد العزيز الهداشي. أهلاً بك أستاذ عبد العزيز. سعد الله مساءك وتحيه لك ولضيوفك الكرام. شكرا لك استاذ عبد العزيز. المساعي وحث دولي على تسويه مبهمه الملامح كما يقول البعض، هل يمكن التكهن بملامح ومعالم هذه التسويه ومحدداتها؟ والى اي حد يمكن القول ايضا ان الاطراف المعنيه اليوم هي موافقه عليها من حيث المبدا؟ دعني أبدأ من نقطة بعيدة جدا وهي ذات يوم أن الأخضر الإبراهيمي وهو أحد المبعوثين الدوليين إلى بعض الأزمات التي حصلت في بعض الدول ومنها اليمن في حرب 94 وأعتقد أفغانستان ودول أخرى دخل فيها الأخضر الإبراهيمي، أعتقد وسوريا في بداية الأزمة السورية. الأخضر الإبراهيمي كان عندما يبدأ محادثة السلام في أي دولة يبدأ بالدول المؤثرة داخل الحرب داخل الدولة هذه، فعندما سألوا لماذا تزور الدول الإقليمية بدل أن تزور الدولة والجماعة التي صدقات مباشرة في هذه الدولة، قال إن كل حرب أهلية هي انعكاس لحروب إقليمية، بمعنى أن أي حرب أهلية داخل أي دولة
هي انعكاس لصراع إقليمي أو دولي أكبر، فهو يبدا بالكفلاء إذا جاز التعبير قبل أن يصل إلى الوكلاء. حقيقة أن هناك نوع من الانفراج إلى حد ما كتصريحات في الأزمة السعودية أو في العلاقة الإيرانية السعودية قد تنعكس إيجابا على الداخل اليمني، لكن هناك إشكاليتين أخريين في اليمن. مدى السعي، مدى قناعة اليمنيين أنفسهم بتحقيق السلام، ففي حين إذا اقتنع اليمنيون بتحقيق السلام فإن الوضع الإقليمي يأتي مكمل، لكن في حال ما زال لدى اليمنيين استعداد لمزيد من الصراع فأي حل سلمي نتيجة توافق إقليمي أو دولي ليس إلا حل مؤجل. في الأصل أستاذ عبد العزيز، لو كان اليمنيون مقتنعين بالسلام لما كانت هناك حرب. حاليا في الداخل اليمني لا يوجد توازن بين القوى المختلفة. طيب أنت ربما قرأت طيب أنت قرأت هذه التطورات أستاذ عبد العزيز من ناحية تأثيرات الإقليم على الداخل، لكن أيضا قلت أن لو كان هناك استعداد لليمنيين للسلام ستنتهي هذه الحرب. لو كان هناك استعداد من الأساس لما اندلعت الحرب أصلا بين الأطراف اليمنية. بالتالي نعم نعم أنا أقول هل على اليمني المستعدين. طيب بما أنك ربط ما يحدث الآن بالإقليم، من حيث التوقيت هل هناك أي دلالات معينة لهذه التحركات الآن؟ الدلالات واضحة، يعني واضحة جدا من خلال تصريحات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الإيجابية تجاه إيران، ومن حيث التصريحات الإيرانية الإيجابية ناحية السعودية. فالدولتين الإقليميتين الكبيرتين هما لهما اليد الطولى في اليمن، بل إذا تصالحت هذين الطرفين إلى حد كبير قد ينعكس على الأزمة اليمنية، وحسب قوة الطرفين الإقليميين في اليمن أو على الأرض اليمنية سوف ينعكس السلام في اليمن، أو حسب تحقيق أو حسب ضمان مصالح كلتا الدولتين للأسف الشديد. أما القول أن اليمنيين إذا كان لديهم استعداد فأنه أنا أقصد بهذا الكلام، إذا كان اليمنيون قد وصلوا إلى مرحلة من الاستعداد فالتأثير الإقليمي سوف يكون محدود سواء سلبا أو إيجابا. نعم. طيب تبقى معنا أستاذ عبد العزيز، نشرك معنا بالنقاش أيضا من الرياض المحلل السياسي السعودي عبد الرحمن المرشد. أهلا بك أستاذ عبد الرحمن. أهلا. هلا والله. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أعلن أن المملكة منفتحة اليوم على كل مبادرات الحل السياسي في الداخل اليمني، كيف يمكن فهم الحلول التي تبحث عنها اليوم السعودية؟ هل تنطلق فقط من مصلحة المملكة أم من مصلحة المملكة والشرعية معا، أم أنه هروب فقط لمنع التهديد الإيراني الحوثي اليوم على المصالح السعودية؟ لا أبدا، المملكة العربية السعودية يعني هي منفتحة على السلام منذ بداية الأزمة اليمنية، والمملكة العربية السعودية لا تطلب الحرب، وبالعكس الحرب هي جاءت بناء على يعني دعم للشرعية اليمنية، ويعني أنا أؤكد والمملكة أكدت مرارا وتكرارا أنها تريد السلام ولا ترغب في الحرب إذا رغب الحوثيين في ذلك من خلال المرجعيات الثلاث، وكلنا نعلم أن الحوثيين دخلوا في تقريبا 6 مشاورات سابقة لم يلتزموا، وهذا الأمر واضح ومعلوم، يعني لم تجد أي مشاورة من المشاورات السابقة وآخرها مشاورة ستوكهولم الحوثيين لم يلتزموا أبدا، بالعكس وهم على طاولة الحوار كان هناك مئات بل آلاف الخروقات اللي كان يقوم فيها الحوثيين في الحديدة وفي المناطق يعني المناطق التي ضمن الاتفاق. فلذلك الحوثي هو لم يلتزم بالسلام، المملكة بالعكس تريد السلام، تريد الاستقرار. طيب اليمن طيب في ظل هذه الرغبة السعودية يعني اليوم، لكن ما زال هناك غموض لو سمحت في وجود اليمن. اليمن إذا كان هناك سلام واستقرار في اليمن بالتأكيد أنه بيكون هناك سلام واستقرار أيضا في المملكة العربية السعودية، ولذلك المملكة تبحث عن هذا الأمر، تبحث عن السلام والاستقرار ليس في اليمن فقط ولكن في المنطقة بشكل عام. ولكن عند أنت المشكلة عندما يكون هناك ذراع أخرى. طيب هنا نقطة أود منك التعليق عنها وقد تكون ليست في ضمن مضامين هذه الحلقة. المملكة تبحث عن السلام والاستقرار في اليمن لأن ترى أن له انعكاس على المملكة، لكن في المناطق المحررة اليوم الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية وبرعاية السعودية لم تستطع السعودية الحفاظ على الاستقرار والسلام الذي كان موجود في هذه المناطق على الأقل. لا بالعكس السلام والاستقرار موجود، بس لكن إذا كان الشخص يريد أن يبحث
عن بعض الخروقات، الخروقات الأمنية أو الخلخلة الأمنية، هذه موجودة، لأن السلام لم يعم كامل أرجاء اليمن حتى الآن. يعني أنت الآن ما تجي تقول والله هذه المنطقة محررة خلاص لابد أن يعم السلام. اليمن بشكل عام يخضع يخضع تحت سيطرة، جزء من اليمن عفوا يخضع تحت سيطرة عصابات حوثية هي من تبث الدمار. أستاذ عبد الرحمن تتحدث عن بعض الخروقات وتقلل، لا تأتي أنت لا تجي يعني لا تتحدث عن أنه والله هذه منطقة محررة أبغى سلام كامل. يعني أنا أعتقد من الصعب تطبيقه إلا عندما طرد الحكومة بشكل عام في اليمن، طرد الحكومة الشرعية وإسقاطها من بعض محافظات الجنوب خرق أمني بسيط تنظر إلى الأمور من هذه الزاوية. المملكة العربية السعودية حريصة على وحدة اليمن، واكدت هذا الأمر مرارا وتكرارا، وأكبر دليل هو ما تم عندما تم دعوة أيضا الفئات المتناحرة إلى اجتماع جدة. هذا يؤكد أن المملكة العربية السعودية حريصة على سلامة اليمن، حريصة على وحدة اليمن، حريصة على أن يعم السلام على كافة أجزاء اليمن. أنت الآن يجب أن يعني أنت الآن قبل أن تتحدث عن فرص السلام، من قام بنشر الفوضى؟ من قام بنشر الدمار؟ من قام أصلا بالانقلاب على الشرعية اليمنية؟ من قام باحتجاز الرئيس اليمني؟ من قام بنشر الأغرام؟ من قام بملء السماء بالطائرات المسيرة والصواريخ؟ كل هذا الحوثي. فلذلك يعني أنت يعني هو المدان أولا وآخرا المملكة العربية السعودية ودول التحالف وأيضا الشرعية قبل ذلك، هم كلهم يبحثون عن السلام، يبحثون عن الاستقرار. ولكن المشكلة الآن أنت عندك الآن عصابات حوثية مسيطرة على أجزاء من اليمن، لا تأتمر ليس لها من الأمر شيء، كلها أوامر من إيران. الجميع ما تقول عن إيران، هم يقومون بتنفيذ هذا الأمر. فلذلك يعني لابد أن يكون هناك يعني حقيقة يعني من المؤكد أنه فعلا أن الحوثيين هم سبب هذه المشاكل وهذا الدمار الحاصل في اليمن. الآن لا تأتي وتقول والله إحنا نبحث عن السلام. طيب كان هناك سأعود إليك أستاذ عبد الرحمن لأناقشك إلى أي حد المملكة تأخذ. طيب بما أنك تقول أن القرار يأتي الحوثيين من طهران، سأعود لك لنتناقش في نقطة لأي حد المملكة اليوم تأخذ هذه الترحيبات والمبادرات الإيرانية على محمل الجد وبشكل جدي. طيب أستاذ عبد العزيز الهداشي، ما الذي استجد اليوم حتى نشاهد ونرى هذه الترحيبات السعودية الإيرانية وأيضا المبادرات الحوثية بالتسوية السياسية المحتملة؟ أنا أعتقد بالنسبة أول حاجة لا يمكن أن يكون هناك سلام بمعنى السلام إلا إذا انكسرت شوكة الحوثي عسكريا، لا أقصد تحرير صنعاء في حد ذاتها، ولكن على الأقل ينكسر في بعض المحافظات. على سبيل المثال في محافظة يخرج من تماما في محافظة عز تسقط عليها الحديدة، يحصل تقدم من محافظة البيضاء حتى محافظة الدمار، هنا سوف ينكسر الحوثي عسكريا وسوف يكون السلام حقيقي. ما لم ينكسر الحوثي عسكريا أنا وطرح خط أحمر تحت عسكريا، فإن الحوثي سوف يرتهن الجميع في المستقبل. فالسلام يجب أن تصنع تحميها القوة، فيجب أن يصبح الطرف الآخر على الأقل في المحافظات الشمالية يد قوي ويحرر المحافظات الكبرى، أقصد بها الحديدة، محافظة عز، محافظة البيضاء، على أقل تقدير. وحين يشعر الحوثي أن الخطر يهدد المركز التقليدي أو المنطقة التي تمولها بالمقاتلين، ما لم ينكسر الحوثي عسكريا فنحن نؤجل، فهي جولة من جولات الحرب يتم تأجيلها. بالنسبة للانفتاح يعني كما ذكر ضيفك الكريم، أعتقد أن الدعوات الرسمية يعني من المملكة من بداية الحرب يعني أنها ترحب بأي مبادرة السلام، لا جدال على ذلك. لكن الوضع أعتقد أن طول مدى الحرب يعني إلى فترة كبيرة جعل المجتمع الدولي يضغط على كل الأطراف سواء المحلية والإقليمية بالاتجاه نحو السلام. لكن السلام الذي لا تصنعه القوة ولا تحميها القوة أيضا سوف يكون سلام ناقص ويؤجل، أو هو عبارة عن تأجيل لحرب قادمة. مرة أخرى قلت لك إذا ذكرت في المداخلة السابقة، عندما نقتنع كيمنيين أن كفاية حرب ونرغب في السلام، فإن الجهود المحلية والإقليمية والدولية سوف تؤدي إلى السلام.
ولكن شخصيا اعتقد ان الحوثي لن يخضع للسلام ما لم ينكسر عسكريا في الثلاث المحافظات التي ذكرتها لك. طيب انقل هذه النقطه لضيفنا من المملكه الاستاذ عبد الرحمن. اذا ما لم تنكسر شوكه الحوثيين عسكريا لن يكون هناك سلام حقيقي، لان السلام لا تحميه الا القوه كما يرى الاستاذ عبد العزيز الهداشي. ما هي محددات المبادرات التي يمكن ان تقبل بها السعوديه؟ والى اي حد هناك اتفاق ربما مع هذا الطرح؟ على اجزاء على كافه اجزاء اليمن انه لم يتم يعني حقيقه تحرير ما يقارب ال 80% او اكثر من اراضي اليمنيه الا بالقوه العسكريه، ولذلك لابد ان يكون هناك ايضا. عندما كان يعني حقيقه في فتره سابقه قبل اتفاق ستوكهولم، عندما قامت قوات الشرعيه وبدعم من التحالف قاب قوسين او كانت قاب قوسين او يعني او ادنى من تحرير الحديده، وكانت الحديده هي يعني الكل يعلم انها تعتبر يعني يعني لو تم تحريرها يعتبر انجاز عسكري مهم، ولذلك تم يعني حقيقه لم يتم هذا الامر. فلذلك كانت العصابات الحوثيه على وشك يعني الانهيار، وانا متاكد انه العصابات الحوثيه، واكثر من هذه الكلمه، من العصابات الحوثيه الان ما زالت يعني تماطل، ما زالت يعني كثير من الاتفاقات التي تدخل فيها لا تدخل فيها برغبه السلام، انما تدخل فيها برغبه يمكن التقاط الانفاس، برغبه التزود. يعني الان شاهدنا الكثير من الاتفاقيات السابقه عندما دخلت يدخل فيها الحوثي ثم تبدا بعدها المماطلات وتبدا بعدها الخروقات وتبدا بعدها، ثم بعد ذلك ياتي يقوم الحوثي بعمل بالاعتداءات العسكريه على كافه المناطق يعني المشموله بالسلام. لذلك لابد ان يكون هناك تدخل قوي. انا اعتقد انه فعلا الحوثي لابد ان يكون هناك ضربه قويه وقاسمه للحوثي، بحيث انه فعلا ياتي مجبرا الى السلام ويرضخ للسلام. ولكن في المقابل من يدعم الحوثي؟ يدعم الحوثي ايران، كلنا نعلم ان ايران هي من يقوم بدعم الحوثي، فلذلك يعني الحوثي ليس له من الامر شيء، الامر كله بيد ايران، ايران هي من تامر، ايران هي من تامر فيطيع وتامره فيتحرك. فلذلك لابد ان يكون هناك يعني انا اعتقد انه لابد ان يكون هناك تحرك قوي من قبل الشرعيه اليمنيه مدعومه بالتحالف للسيطره. انا طبعا طيب ما تفسيرك استاذ عبد الرحمن لتحول موقف التحالف اليوم لتحرير بعض المدن الرئيسيه؟ انا ما اتكلم عن المدن الرئيسيه، اذا كان هناك والله اتفاق سلام مثلا يتحدث عن الحديده، لدينا مناطق اخرى، لدينا مثلا تعز، لدينا صعده، لدينا يعني العديد من المناطق الاخرى اللي ممكن يتم السيطره عليها. طيب كيف يمكن الذهاب الى هذا الخيار العسكري والحسم العسكري وهو الغي القبائل اليمنيه؟ نعم. طيب انت نعم. تقول انه تتفق مع الاستاذ عبد العزيز الهداشي اهميه الذهاب الى الخيار العسكري وكسر شوكه الحوثي وتحرير بعض المدن المهمه، كيف يمكن الذهاب الى هذا الخيار وهو قد الغي اصلا؟ انا اؤكد على بعض المدن المهمه، خلينا نتكلم مثلا عن تعز، خلينا نتكلم عن صعده، وما زالت يعني حقيقه قوات الشرعيه الان كل فتره نسمع عن تقدم، وان كان التقدم بطيء ولكن هناك تقدم يعني حقيقه على ارض الواقع، ونتمنى ان شاء الله في القريب العاجل باذن الله ان يتم تحرير كافه الاراضي اليمنيه وان يتم الوصول الى السلام الذي يرضي جميع الاطراف ان شاء الله. طيب اعود للاستاذ عبد العزيز الهداشي، استاذ عبد العزيز التسويه القائمه ربما على اساس العلاقه الايرانيه السعوديه وليس المصلحه اليمنيه، ما فرص نجاحها؟ اولا قبل كل شيء يعني قبل ان نبدا يجب حل الاشكاليات التي حصلت في المحافظات الجنوبيه. عمل مصالحه بين القوى المعيده للشرعيه بطريقه او باخرى مثل المجلس الانتقالي وفصائل الشرعيه الاخرى. ثالث شيء توحيد عمل غرفه عمليات عسكريه واحده حتى يتم كسر شوكه الحوثي، كل منطقه عندنا تقاتل بشكل بالبلد يعني عفوا كنا ننطلق لهذا. ثالث حاجه عوده تعز الى معادله الحرب والسلام، تم استبعاد تعز بحسابات سياسيه ضيقه من معادله الحرب، عوده تعز لمعادله الحرب، تراسي اي خلافات سياسيه مع اي فصائل يمنيه اخرى، المهم ان الفصائل هذا ضد الحوثي. في حال توحيد القوى السياسيه كل الجهود العسكريه والسياسيه وعمل غرفه عمليات مشتركه والتركيز على عده محاور بالامكان كسر شوكه الحوثي عسكريا. انا سبق اني قلت لك في بدايه الحديث تصريحات الاخضر الابراهيمي ان اي صراع محلي قد يكون له انعكاسات اقليميه ودوليه والعكس،
أي أيام الحرب الباردة، يعني كانت هناك ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية واليمن الديمقراطية والجمهورية العربية اليمنية، فالصراعات الدولية والإقليمية تنعكس على بعض الدول. لكن أشرنا والسلام أو السلام بين الدول الإقليمية أو الأطراف الدولية قد تنعكس إيجابا، أو العلاقات الإيجابية قد تنعكس إيجابا على أطراف الصراع المحلية في أي مكان في العالم بشكل أو بآخر، خصوصا إذا كانت هذه الدول مؤثرة. لكن أنا قلت لك رأيي، لن يكون هناك سلام حقيقي، سوف يكون هناك سلام شكلي مؤقت، لكن لن يكون هناك سلام حقيقي إلا إذا قصر، بغض النظر عن أي اتفاقات دولية ومحلية وإقليمية، إلا إذا قصرت شوكة الحوثي عسكرية. هنا سوف يخضع الحوثي للسلام، أو على الأقل يكون هناك توازن في السلام. كثيرا ما نسمع بعض أصحاب التحالف يتحدثوا عن 8% و75%، هذا كأرض أقيم وأغلبها مناطق صحراوية، يعني نحن نتكلم عن الكتلة البشرية الأكبر، يعني ما يقارب 70% أو 60% تحت سيطرة الحوثي. هذه المنطقة أو التأثير لتحت بعض هذه المحافظات ذات الكثافة السكانية سوف يكون عامل فاعل في دحر أو في كسر شوكة الحوثي. نعم. طيب أعود لأستاذ عبد الرحمن. أستاذ عبد الرحمن، أستاذ عبد العزيز فيما معناه يقول أن اليوم السلام لابد أن يبدأ من عدن قبل أن نذهب إلى صنعاء، ما رأيك؟ ويقصد إعادة الدولة إلى عدن ومؤسسات الدولة. بالتأكيد أنه ما حصل من المجلس الانتقالي من المؤكد أنه كان لصالح الحوثي، وأنه أثر على عملية تحرير بقية أجزاء اليمن، يعني فلذلك لابد أن يكون هناك يعني حل سريع وحاسم لهذه المشكلة. والمملكة العربية السعودية كلنا نتذكر الفترة السابقة أكدت في بيان رسمي على سلامة، أنها تسعى إلى سلامة اليمن وحدة أراضيه، وهذا ما أكدت عليه وهذا ما قامت فيه بالفعل من خلال اجتماع كافة الأطراف في مدينة جدة وعقد العديد من المشاورات. الآن الشرعية بدأت تعود يعني إلى 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 العاصمة اليمنية عدن، وأنا متأكد إن شاء الله أنه خلال الفترة القادمة أنه بيعم السلام في اليمن. لكن الأهم من هذا كله أنه يجب يعني أن يتم ويجب التركيز على دحر الحوثي، لأن الحوثي هو حقيقة هو الخطر الحقيقي الذي يعني سبب هذه الأزمات وهذه المشاكل إلى اليمن. أنا أتفق مع ضيفك الكريم أنه فعلا إذا كان والله مثلا هناك مثلا اتفاقات أممية تكبل التحرير في بعض المدن المهمة، مثلا خلينا نتكلم مثلا عن الحديدة من خلال اتفاق ستوكهولم، فيجب الحديث أو يجب التحدث أو يجب التحرك مثلا في مثلا تعز، مثلا يجب التحرك في الحديدة. أنا أبغى أشير بس أيضا إلى 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 عدم تحرك بعض الأجزاء أو بعض مكونات الشعب اليمني اللي ما زالت تقف موقف الحياد. خلينا نتكلم مثلا عن القبائل اليمنية، القبائل اليمنية قوة مؤثرة وقوة مهمة، يعني لما نجد حقيقة أي تحرك من القبائل اليمنية على أرض الواقع ممكن ان ان يعني ان 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 مثلا يساعد في سرعه التحرير. الم تسمع استاذ عبد الرحمن على ذكرك للقبائل، الم تسمع بتحرك قبائل حجور وما حصل لهذه القبائل وفي عتمة ايضا؟ نعم بالتاكيد، لكن انا خلينا نتكلم مثلا عن قبائل مثلا طب صنعاء، اكثر القبائل اليمنيه لم تتحرك، كانت تقف يعني حقيقه موقف الحياد. انا هذا اللي اتمنى ان يكون هناك تحرك قوي وتحرك سريع وتحرك فعال على ارض الواقع. طيب يا استاذ عبد الرحمن، في ظل الرهان اليوم على القبائل ان يكون لها موقف في معركه، طيب ان يكون طيب ان تراهن وترجع احد الاسباب الى ضعف موقف القبائل، اذا كانت الحكومه وجيش الدوله يتم قصفه من قبل التحالف ويوصف بالارهاب، ما بالك اذا كانت القبائل تحركت بشيء؟ لا لا ما اتفق معك كذا، يعني الشرعيه اليمنيه، التحالف والشرعيه اليمنيه يسيرون في خط واحد وخط متوازي، بالعكس يعني التحالف هو داعم اساسي للشرعيه اليمنيه، وكلنا نعلم يعني لولا تدخل التحالف لم تستطع الشرعيه اليمنيه تحرير ما يقارب 80% من اراضي اليمن، لذلك هم يسيرون في خط واحد. طبعا احنا خلينا نتكلم مثلا عن عن يمكن الكل يتحدث مثلا عن ضعف او بطء مرحله التحرير، وانا اعتقد الان انه المشكله الان انه الحوثي طبعا وكلنا نعلم انه يجد دعم مهم ودعم قوي ودعم كبير ولديه اسلحه ولديه خبراء كلها من ايران ومن حزب الله، ولذلك هذه الامور يجب يعني حقيقه ان يوضع لها حد، يعني من خلال مثلا
وانا يعني انا متاكد مثلا من خلال مثلا ميناء الحديده، ميناء الحديده كان في فتره سابقه مفتوح، الان يجب ان يكون هناك مثلا ميناء الحديده يجب ان يتم اغلاقه او على الاقل السيطره عليه من خلال الشرعيه اليمنيه والتحالف لمعرفه ما يدور يعني حقيقه في هذا الميناء. اضف الى هذا يجب ان يكون هناك تحرك اقوى وتحرك اسرع في بعض المناطق المهمه والتي طبعا كنت اتفقت فيها انا وضيفك الكريم، اللي مثلا يتكلم عن تعب، يتكلم مثلا عن وانا يعني عندي يعني اعتقد انه لو تم ايضا استحداث ميناء بديل لميناء الحديده بحيث انه يتم مثلا جميع البضائع جميع السفن تاتي الى هذا الميناء البديل ويتم رويدا رويدا قتل هذا الميناء ميناء الحديده، انا اعتقد انه بيكون شكل يعني او بيكون خطوه ايجابيه مهمه تساعد على سرعه التحرير ان شاء الله. يعني طيب اعود للاستاذ عبد العزيز الهداشي بسؤال اخير، استاذ عبد العزيز ما هي الخيارات اليوم امام الشرعيه في ظل هذه الضغوط الاقليميه والدوليه التي تدفع بتسويه يقال انها تبدو انها سترحل مشكله ميليشيا الحوثي الى مستقبل اليمن؟ اول حاجه انا قبل ان ندخل الشرعيه ضروري ان تتاكد طالما انها سوف تجبر على التحاور مع الحوثي، والحوثي هو العدو التاريخي، الحوثي هو العدو العنصري الكهنوتي، طالما انها سوف تجبر على التحاور مع الحوثي فمن الاولى ان تتحاور مع المجلس الانتقالي، اقولها طالما الشرعيه لديها استعداد للتحاور مع الحوثي فتتحاور مع المجلس الانتقالي ولتصل الى حل وسط لا يشبع الذيب ولا تفنى الغنم، خذ كقاعده هذا اولا، ثم تذهب للحوار والمجلس الانتقالي جزء من مكوناتها، لكن ان يكون المجلس الانتقالي منفصل عنها او خارج عدن فارى ان الشرعيه سوف تذهب الى الحوار وهي ضعيفه جدا من خلالكم ومن عبركم. اتوجه الى قياده المملكه العربيه السعوديه والى قياده الشرعيه بذل الجهود للتوصل الى حل مع المجلس الانتقالي. نعم. اشكرك جزيلا استاذ عبد العزيز الهداشي المحلل العسكري، كنت معنا من الرياض. اعود للاستاذ عبد الرحمن المرشد، الى اي حد اليوم السعوديه قادره على دعم موقف الشرعيه في ظل هذه الضغوط استاذ عبد الرحمن؟ طبعا المملكه العربيه السعوديه يعني اعلنت من البدايه انها تقف مع الشرعيه وتدعم الشرعيه ومنذ قيام العصابات الحوثيه بالانقلاب والمملكه العربيه السعوديه من خلال التحالف وهي تقوم بدعم الشرعيه في كافه المجالات، ان جينا مثلا في المجال العسكري او حتى ايضا دعم الشعب اليمني مثلا في المجال الاغاثي من خلال مركز الملك سلمان الاغاثي، والمملكه العربيه السعوديه تقف داعما وابدا، وتصريح سمو ولي العهد اللي اطلقه اللي تم الحديث عنه مؤخرا انه قال انه مع المملكه العربيه السعوديه مع السلام، وانا اؤكد لك ان المملكه العربيه السعوديه مع السلام ولم تكن في يوم من الايام ضد السلام، بالعكس هي ترغب في السلام وترغب في استقرار اليمن ورفاهيه شعب اليمن، واكدت هي والامارات وطبعا على انه باذن الله سيكون هناك اعاده اعمار اليمن، لكن مشكله العصابات الحوثيه لا يعني لا ترغب في السلام ولا ترغب في الاستقرار وهي اداه لايران، كلما زادت الضغوط على ايران تحركت العصابات الحوثيه في المقابل بالتخريب والتدمير واطلاق الصواريخ. ولذلك المملكة العربية السعودية ما زالت تسير وترغب السلام وترغب أن يعم الاستقرار والرفاه إلى أرض اليمن، لأنه أي زعزعة لأرض اليمن تأكد أنه بيكون هناك مشكلة في المملكة العربية السعودية، ولذلك المملكة هي حريصة على دعم الشرعية اليمنية ودعم الاستقرار ودعم وحدة اليمن وسلامة أراضي، وهذا بإذن الله ما سيتحقق إن شاء الله في القريب العاجل. أشكرك جزيلا عبد الرحمن المرشد المحلل السياسي السعودي، كنت معنا من الرياض. الشكر أيضا موصول لضيفنا من الرياض عبد العزيز الهداشي المحلل العسكري. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج حلقة اليوم الزميل أمين بارك في أمان الله.